الصفحة الرياضية مع الزميلة ساندرين جبرة. مساء الخير. البداية مع التنس، حيث دون اليوم الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا اسمه بالتاريخ بعد ما أصبح أول لاعب يتوج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي. حقق جوكوفيتش اللقب بفوزه بالمباراة النهائية اليوم على البريطاني أندي موري المصنف ثالث بثلاث مجموعات مقابل وحدة 6-7 7-6 6-3 و6-2 ليرفع بذلك الصربي رصيده إلى 6 ألقاب جراند سلام لحديت هلأ. إشارة أن موري اللي كان بيأمل بالفوز بالتاني بطولة كبرى بمسيرته واجه الهزيمة 11 على يد جوكوفيتش من أصل 18 مواجهة بين اللاعبين. ننتقل إلى ألمانيا ومنافسات الجولة 19 من البوندسليغا، حيث تمكن فريق باير ليفركوزن من استعادة المركز الثاني بالترتيب العام من ملاحقه بروسيا دورتموند بعد عودته امبارح من مباراته أمام فرايبورغ بالتعادل دون أهداف، وبالتالي مع نقطة واحدة رفع من خلال ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة مقابل 36 لدورتموند، بينما هبط فريق فرايبورغ إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة. أما بأبرز باقي المباريات يلي انلعبت امبارح، فكان هناك تعادل سلبي بين أوكسبرغ وشالكي، هانوفر فاز 2-1 على وولسبرغ، مونشنغلادباخ أيضا 2-1 على فورتونا دوسلدورف، وماينز فاز 3-0 على غروذرفورث. أما ترتيب البوندسليغا حاليا، فبايرن ميونخ بالمركز الأول مع 45 نقطة وهو فاز من وقت قليل 2-0 أمام شتوتغارد، ليفركوزن ثاني مع 37 نقطة، دورتموند ثالث، فرانكفورت رابع، وماينز بالمركز الخامس. بالدوري الإيطالي مباريات عديدة جرت بين امبارح واليوم بالمرحلة 22، وبأبرز النتائج اللي تسجلت كان هناك خسارة للاتزيو روما على أرضه أمام كييفو 1-0. من جهة تانية ما استفاد يوفنتوس المتصدر من خسارة لاتزيو وتعثر على أرضه أمام جنوا بالتعادل 1-1. نابولي فاز 2-1 على بارما، وأنتر ميلان بيستقبل مساء اليوم فريق تورينو. ترتيب السيريا حاليا على شكل تالي، يوفنتوس أول مع 49 نقطة، نابولي أصبح من المركز الثاني بعد فوز اليوم مع 46 نقطة، لاتزيو ثالث، أنتر ميلان رابع، وفيورنتينا بالمركز الخامس. بعدنا بإيطاليا ومع خبر تعاقد يوفنتوس مع المهاجم الفرنسي المخضرم نيكولا أنيلكا لمدة 5 أشهر نظرا إلى حاجة الفريق الميسي إلى قوة إضافية بالهجوم. بهالتعاقد أصبح أنيلكا لاعب شانغهاي شينوا الصيني والبالغ من العمر 33 سنة تاني لاعب جديد بينضم إلى صفوف اليوفي بعد الإسباني فرناندو يورينتي القادم من أتلتيك بيلباو واللي راح ينضم إلى الفريق بتموز المقبل. بالNBA استضاف شارلوت بوبكاتس فريق مينيسوتا تيمبر وولفز على أرضه. سيطر الضيوف على مجريات الشوط الأول لينتهي الربع الثاني بنتيجة 58-47. أما بالربع الثالث فكانت السيطرة لأصحاب الأرض يلي استفادوا من أخطاء مينيسوتا وسجلوا رميات متتالية بالأخص بفضل كامبا ووكر صاحب 25 نقطة بالأمسية. بالربع الرابع تبادل الفريقين الصدارة عدة مرات وكانت النتيجة 101-99 لصالح مينيسوتا قبل 4 ثواني من صافرة النهاية، إلا أنه لاعب شارلوت جارل هاندرسون سجل ثلاثية قبل ثانية من النهاية سمحت لفريقه بالفوز بوقع 102-101. إشارة أنه بأبرز باقي المباريات يلي انلعبت امبارح كان هناك فوز لبورتلاند تريل بليزرز، واشنطن ويزردز، فيلادلفيا 76رز، وسان أنطونيو سبيرز. هيدا كان كل شيء بسبار لهلا فادي وجسي، شكرا ساندرين.